مساء الخير يا جماعة الطلبة والطالبات طلبة طلبات الثانوية العامة، أهلا بيكم. ميسي محمد أنور معاكم. النهاردة إن شاء الله هناخد سؤال المواقف ونحاول نقرأ المواقف ونفهمها كويس، وأتمنى تبقى الأسئلة سهلة بالنسبة لكم. Choisis la bonne réponse. Vous parlez à votre ami de la recette du gâteau. Qu'est-ce que vous dites? أنت تتكلم مع إلى صديقك عن وصفة للجاتو، وصفة الجاتو أو وصفة التورتة. يبقى أنت بتكلم صديقك عن وصفة التورتة، تعمل إزاي يعني؟ كاسك فوديت، هتقول له إيه؟ هل عشان توصف التورتة جاشيت ديزوف على إبيسيري، يعني أنا بشتري 10 بيضات من عند البقال، هل دي طريقة؟ ولا جيم لي جاتو، يعني انا بحب التورت عامة او بوجه عام. الاختيار التالت مامير افي اون جاتو تري ديليسيو، يعني مامتي عملت جاتو لذيذ جدا. ولا جومي سانكوف دو سون سنكونت جرام دو سكر، يعني انا اضع 5 بيضات و 250 جرام سكر الى اخره. طبعا الاجابة واضحة، اكيد انتوا عرفتوها. يا ريت لو عندك اجابة اكتبها في تعليق ونشوف الاجابة صح ولا غلط. انا بترجم لكم كل حاجة في الامتحان. السؤال التاني فوتر ميديسان و كونسي، يعني طبيبك بينصحك. بور اتر اون بون سانتي، عشان تكون في صحة جيدة. كاسك الفودي، هو هيقول لك ايه؟ يبقى طبيبك بينصحك عشان تكون في صحة جيدة، هو هيقول لك ايه؟ ميتي سويت فيست التوفا، يعني البس هذا الفيست. ولا جمال فونتر، معقول هو هيقول لك انا عندي الم في بطني. ولا روجاردي سو فيلم إلي أميوزون، يعني شاهد هذا الفيلم إنه مسلي. ولا بريني لي ميديكامون ألور، خد هذه الأدوية في موعدها. السؤال التالت فوترامي فودوموند، صديقك بيسألك سوكو فو بريني أو بيتي ديجيني، ماذا تأخذ على وجبة الفطار؟ كاسكو دي، ماذا هو يقول؟ Avec qui tu prends ton petit déjeuner؟ ولا Qu'est-ce que tu aimes manger le matin؟ ولا طبعا هنا معناه ماذا أنت تأكل في الصباح أو تحب أن تأكل في الصباح. A quelle heure prends-tu le petit déjeuner؟ ولا Qui va préparer le petit déjeuner؟ أو هنا déjeuner. طبعا الإجابة طبعا باينة جدا وسهلة وواضحة. السؤال اللي بعده فوتر فرير، أخوك فودوموند بيسألك سكو إليا دون لو سي دي إي، ماذا يوجد في سي دي إي؟ كاسك فوديت، هتقول له إيه؟ دي راكيت إي أون فيلي. ولا طبعا دي معناها الصبور ذكية، يعني دو فيتمون إلي أكسسوار، ملابس وأكسسوارات. ولا دي ديكسيونير إلي أتلاس. ولا دي موتون إلي شيفر، طبعا موتون يعني خرفان. ننتقل للسؤال اللي بعده دو سيت فو دوموندي أن أمي لا بروفيسيون دو سون بير، كاسك فو ديت، اسأل صديقك على وظيفة باباك أو والده، أو والده هو آسف. أنت هتقول إيه؟ كومون إي تون بير؟ ولا كيل بروفيسيون إيم تو؟ ولا كيفي تون بير؟ ولا كون تون بير رونتر دو سون ترافاي؟ معانيهم كيف يكون والدك؟ ولا ما الوظيفة اللي أنت بتحبها؟ ولا ماذا يفعل والدك؟ ولا متى والدك بيعود من عمله؟ السؤال اللي بعده Vous voulez acheter une glace. Vous voulez acheter une glace.
كاسك لو فوندور فودي، يعني انت عايز تشتري ايس كريم. البائع هيقول لك ايه، سيت باتيسيري فون دو غلاس، ولا فو فولي كيل برفيوم، بتحبها بطعم ايه، ولا فو زافي اون غلاس ا لا فاني، انتوا عندكم ايس كريم الفانيليا، ولا جو بو غوتي سو غلاس، انا استطيع اني اتذوق هذا الايس كريم. السؤال اللي بعده، vous êtes tout à fait pour les sports extrêmes, qu'est-ce que vous dites? Je ne fais jamais ces sports, ça cause la mort. انا مش بمارس الرياضات اللي بتسبب الوفاه، ولا ce genre de sport il me donne de la énergie، بتعطيني طاقه، ولا ces sports sont dangereux، ولا بوف سي نول، يعني الموضوع عادي. السؤال الاخير معايا في الباج صفحه، vous êtes resté à la maison، un ami vous demande in logique qu'est-ce que vous dites، parce que يعني هو عايز منك سبب منطقي خليك قاعد في البيت. Parce que j'aime sortir avec les copains، ولا parce que ma maison est grande، ولا parce que il fait froid toujours aujourd'hui، ولا parce que il fait beau aujourd'hui. سبب من الاسباب دي هتخليك تجلس في البيت. شكرا ليكم، تابعوني دايما على قناه الصديوز مستر محمد، كان معاكم اسمي محمد انور من قناه الصديوز مستر محمد، شكرا.